بالنسبة لهذا السؤال بالنسبة للبغرير كيفاش نقدروا نتناولوا البغرير في شهر رمضان؟ كيف ما كنعرفوا حنا المغاربة تبارك الله علينا كنا حادقين وكيعجبونا الشهيوات، الا بغينا ناخذوا البغرير ما فيها باس، غير هي انا اللي كنأكد عليه هي النوعية ديال الماكلة تكون مقادة. كيف ما الخبز مثلا في العوض اللي غتاخذ الخبز الابيض اللي هو بفارينة بالدقيق الابيض، غتاخذ الخبز بالنخالة ولا غتزيد عليه شوية ديال الشوفان ولا مي غتعجنوا زعما مثلا. كيف ما البغرير كيف ما جميع العجائن، حيت ملي كتقول البغرير اما البغرير اما الرغايف اما المسمن، كل واحد كيفاش كيسميهم. دونك هاد المجموعه ديال العجائن في العوض اللي تكون بالدقيق الابيض حنا غنحاولوا نديروها بالنخاله، وحنا تبارك الله كنتفنوا، كاين دابا اللي كيدير البغرير فوالا بالنخاله، كاين اللي كيخلط بيناتهم داكوغ، كاين اللي كيزيد عليه الشعير، كاين اللي كيديروا بالشوفان وكيبقى مزيان، وهي كيكون هي شهيوه وفي في ان ميم طون كتكون صحيه.